أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صح عن أحد من علماء السلف أنه أطلق علم الكلام على علم العقيدة؟ أنه إيش؟ أطلق علم الكلام على علم العقيدة. السلف ما وجد في وقتهم علم الكلام، إنما وجد في العصور المتأخرة بعد القرون المفضلة، انتشر بعد القرون المفضلة، وما كانوا يعرفون علم الكلام. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.